ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. يا جماعة لو الصوت واضح اكتبوا رقم 1. كويس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله بداية ليكتشر 7 في كون. ان شاء الله النهاردة بإذن الله هندرس المحاضرتين اللي فاتوا. ان شاء الله 4 باسجز، بعض الجز مش كامله ولكن يعني عشان بس وقت المحاضره يكفي في ان احنا نتعرض لاكبر عدد ممكن من اشكال الاسئله اللي موجوده في اختبار الريدنج في الايلتس. ان شاء الله رب العالمين مش هنضيع وقت، هنحاول نطفي المحاضرتين اللي فاتوا. في ان احنا نقرا بأقصى سرعة ممكنة، وفي سواء كانت الماتيريال المعروضة النهاردة في المحاضرة الماتيريال اللي موجودة عندنا في الكورس او اي ماتيريال اضافيه ان شاء الله هيتم الفيسبوك جروب. فان شاء الله المحاضره بتاعتنا هتبقى فيها 2 kinds of strategies. type number 1 strategies of taking the exam. دي اول استراتيجي هنحاول نطبقها. بسجز اللي قدامنا ريدنج بسجز في الامتحان، واحنا بنحاول هذه البسجز بسرعه مع استراتيجي اللي خدناها في حل الريدنج بسجز. بعد كده بعد ما نخلص اللي ونعمل تشيك على الانسرز هنبدأ نشوف ازاي هنستفيد من هذه القضية زيادة الحصيلة اللغوية لينا، وكذلك ايضا في دراسة بعض نقاط الجرامر السهل وبعض الامور اللي احنا ممكن نستخدمها في الرايتنج، بعض اللي ممكن نستخدمها في الرايتنج بنطلعها من الريدنج باسجز، طبعا نطلعها من الكلمات، معرفة بعض مر وبعض قواعد الكلمات. رب العالمين فرصة هنحل كل باسج على انها باسج في امتحان، هنحلها بسرعة ونحاول نطبق اللي احنا خدناها في ريلز هذه بحيث كده الماتيريال كويس. رب النهارده هيبقى هنفينج ده ريفوكينج في ان شاء الله وفي كده المتدرب الايلتس دلوقتي الريدنج كلكم كله بسرعه. انا عملت الجروب وقلت لكم اورجن احنا عندنا تينج ان شاء الله نشوفها اسئله حاضره اذا الاختبار على اماكن ازاي تدرس وتبقى موجوده. احنا هتبقى الكلمه ان لتقدر تطبقها وتنفذها هيبقى بسرعه، فانت اختار الاستراتيجيز المناسبه ليك انت. انا عملت زوم قبل ما ادخل ولكن هي مش هتقبل اكتر من كده زوم لان الكتابه هتروح. لو عملنا زوم كده مش هتلاقيها، هتلاقي بعض مش الكتابه مش هتلاقيها واضحه قوي عشان انت محتاج الارقام، محتاج اي بي سي دي لان انت هتعمل توصيل ما بين الباراجراف والهيدنج بتاعه في هذا في هذه القطعه، فهتبقى كده افضل علشان تبقى واضحه بالنسبه للهيدنجز وتبقى واضحه بالنسبه للكلام كمان. بالنسبه للاكاديميك ريدنج سامبل تاسك ايدنتيفاينج انفورميشن، التاسك دي هنحاول نعمل فيها ايدنتيفيكيشن للانفورميشن اللي موجوده في القطعه. المفروض ان احنا هنقرا القطعه اللي عنوانها ذا موتور كار، فيها باراجرافز A B C D E F G H، وبعد كده هيجيب لنا الاسئله هنقرا وبعد كده الاسئله، فبيجيب لنا الريدنج باسج والاسئله اللي عليها. طبعا دي سامبلز يا جماعه، ده مش امتحان كامل، دي مجرد سامبلز بس عشان وقت المحاضره. لو خدنا قطعه كامله هتبقى نخلصها ومش هناخد نوعيات كتير، ده بس للتمرين ولتحديد الاستراتيجيز اللي ان شاء الله هنستخدمها في الحل. questions from 14 to 19 sample passage 7 has 8 paragraphs labeled A to H. which paragraphs contain the following item the following information. write the correct letters from A to H in the boxes 14 to 19 on your answer sheet. you may use any letter more than once. يبقى ناخد بالنا، واحنا قلنا الجولدن رول في اول الاستراتيجيز اللي خدناها ان احنا نقرا راس السؤال او نقرا الانستراكشنز كويس ونتابع الانستراكشنز اللي مكتوبه عندنا في السؤال. السؤال بيقول لك القطعه عباره عن 7 باراجرافز، 8 باراجرافز من A لغايه H. المفروض ان انت هتحط في الاسئله من 14 لغايه 19 من 14 ل 19 رقم او حرف الباراجراف اللي بيحتوي على هذه الانفورميشن. وبيقول لك بقى ملحوظه هنا، الان بي دي معناها ملحوظه، you may use any letter more than once، يعني اي لتر من الليترز اللي هي from A to H ممكن تستخدمها more than once، يعني اكتر من مره. ما قالكش بقى اكتر من مره يعني قد ايه، ولكن بيقول لك more than once. اين تكتب الاجابه؟ الاجابه بتتكتب في الانسر شيت. الانسر شيت ده بيبقى موجود في كل مديول، يعني في الليسننج انسر شيت وفي الريدنج وفي الرايتنج وفي السبيكنج، في الليسننج والريدنج والرايتنج. الاسئله اللي مطلوبه قدامنا دي المفروض ان احنا من question 14 to question 19 نشوف العناوين، نشوف الباراجرافز دي، هي دي الباراجراف اللي المفروض بنوصلها بالهيدنجز اللي موجوده في questions from 14 to 19. لما نيجي بقى ان شاء الله نقفل الشات، لما نيجي نشوف الاجابه على هذه النوعيه من الاسئله. في البدايه خالص احنا اتفقنا ان احنا بنقرا السؤال وبنعتبر السؤال هو البدايه اللي انا بنطلق منها علشان اقرا. ده الكلام ده في الريدنج وفي الليسننج، هو ده البيربوس اللي انا على اساسه بقرا الريدنج باسج، الغرض بتاعي اللي بيخليني اقرا. في question 14 بيقول لك المعلومه دي يا ترى موجوده في انهي باراجراف في القطعه؟ A comparison of past and present transportation methods. Number 15 how driving habits contribute to road problems. Number 16 the relative merits of cars and public transport. 17 the writer's prediction on future solutions. 18 the increasing use of motor vehicles. and 19 the impact of car on city development. دي عباره عن اللي في القطعه paragraphs from A to H. انا بتفق بقى معاكم ان احنا ان شاء الله هنقسم كل معلومه في كل سؤال، يعني السؤال رقم 14 هنقسمه لمجموعه بيزك انفورميشن. البيزك انفورميشن دي اللي انا بدور عنها جوه القطعه، a comparison of past and present transportation communication methods. عايز ادور كده على باراجراف بيقارن ما بين الباست والبريزنت ترانسبورت. الباراجراف اللي بقى عباره سؤال نمبر 14 comparison of past and present transportation method. وعندنا نمبر 15 how driving habits contribute to road problems. driving habits الهابتس دي المفروض انها هتتكلم عن عادات، العادات دي بيعملها الناس when they drive and these habits contribute to road problems. يبقى خد بالي من الهابتس والcontribute road problems، لان احنا اتفقنا لما بنيجي ندور على الاجوبه في القطعه بنحدد المعلومات الاساسيه اللي جوه السؤال. يعني السؤال رقم 15 المعلومات الاساسيه بتاعه هتبقى كلمه habits وكلمه contribute وroad problems. المعلومات الثلاث كلمات دول انا بحاول ادور عليهم فوق في القطعه علشان اجد الاجابه الصحيحه واقدر اوصل ما بين الانفورميشن دي والباراجراف اللي فوق اللي المفروض انها موجوده فيه. واخد بالي ان انا ممكن استخدم اكتر من، يعني ممكن الباراجرافات from A to H تحتوي على هذه المعلومات. يعني ممكن اكتب هنا A مرتين او اكتب B مرتين. ال A او H ممكن تستخدم اكتر من مره زي ما هو قال لنا في الانستراكشن فوق. بالنسبه لنقطه نمبر 16 the relative merits of cars and public transports. طبعا كلمه relative، كلمه merits وكلمه كار اند بابليك ترانسبورت، وخدنا بالنا من الاستراتيجيز كانت بتقول لنا ان احنا بنقسم راس السؤال الى مجموعات من المعلومات، يعني اجزاء مهمه من المعلومات. كلمه ميرتس ادي اول جزء، كارز لو قلت كارز من كارز بس كده يبقى ممكن الاقي باراجراف بيتكلم عن الكارز، لا ده انا عايزه باراجراف بيتكلم على الميرتس اوف كارز اند بابليك ترانسبورت مع بعض. ذا رايترز بريدكشن اون فيوتشر سولوشنز، بالنسبه للبريدكشن بتاع الرايتر. بعد كده ذا انكريزنج اوف يوز اوف موتور vehicles، يا ترى ايه الباراجراف اللي بيتكلم عن الانكريزنج اوف يوز. ذا امباكت اوف ذا كار اون سيتي ديفلوبمنت، ايه هو تاثير الكار اون سيتي ديفلوبمنت على تطور المدينه. عايزين بقى نقرا ونشوف الاسئله بتاعتنا دي يا ترى متواجده معانا فين في القطعه. اول نقطه خالص اللي هي نمبر 14 نقراها كويس مع بعض، a comparison of past and present transportation methods. احنا طبعا اتفقنا ان القطعه لما هنيجي نقراها هنقراها من البدايه للنهايه وهناخدها بالتسلسل المنطقي اللي هي مكتوبه بيه. اتفقنا ان هيبقى الباراجراف نمبر A هو الباراجراف اللي هيتكلم عن الانترودكشن، الموضوع الاساسي اللي في المقدمه اللي بتحتوي على الافكار الاساسيه او عن الموضوع الاساسي والرئيسي في المقاله كلها على بعضها. وعندنا كمان الباراجراف H اللي بيتكلم على الكونكلوجن او الخاتمه بتاعه الريدنج باسج. وفي النص ما بين A و H بنتكلم عن مجموعه الافكار الرئيسيه اللي بتحتوي عليها الباسج. مجموعه الافكار الرئيسيه اللي بتحتوي عليها الباسج هي الباراجرافات اللي موجوده من A لغايه H. دلوقتي هنشوف المقارنة هنلاقيها في أي طبعا انت عندك مقارنة ما بين الماضي والمستقبل، ما بين الماضي وما بين الحاضر في الأسئلة. وعندك كمان في الأسئلة تحت هنا اللي هي الفيوتشر بريدكشن اللي هي the writer's prediction on future solutions. واضح كده ان التوقع على الفيوتشر منطقي ان هو يبقى في الاخر، يعني حته دي بقى الاستراتيجيز اللي كان دلنا عليها ان احنا بنقرا الاسئله وبنحاول نتوقع من الاسئله دي احنا ممكن نجد الاجابه بتاعتها فين، غير ان احنا بنقرا الاسئله عن طريق السكيمنج والسكاننج. السكيمنج ان انا بقرا القطعه مره، هذه بقراها بسرعه جدا علشان احصل على المعلومات الاساسيه اللي فيها. طب لما اعمل سكيمنج قال لك بعمل سكيمنج عشان اشوف المعنى اللي عامل القطعه ايه، ايه اللي بتقوله القطعه. طب والسكاننج قال لك ان انا بقرا برده قراءه سريعه، لان السكيمنج والسكاننج الاثنين طريقتين، اثنين من طرق القراءه السريعه، بس اللي بيبقى فيها شيء من يعني شيء من التمحيص شويه في القرايه اللي هي السكاننج. طب السكاننج لما باجي بقرا بقى بقرا الانترودكشن اللي هو الباراجراف A وبقرا الكونكلوجن اللي هو الباراجراف H. الانترودكشن والكونكلوجن بيدوا لي فكره عامه عن الموضوع، وفي النص لما باجي اقرا الباراجرافات اللي في النص بقرا الجمله الاولى الجملة الثانية والجملة الأخيرة، لأن الجملة الأولى والجملة الثانية والجملة الأخيرة هي الجمل اللي بتحتوي على التوبيك سنتنس. التوبيك سنتنس دي هي السنتنس اللي بتقول لك المعلومات الأساسية اللي في الباراجراف. أنت قريت الجملة الأولى والثانية والأخيرة وما لقيتش الإجابة يبقى هتضطر تقرا الباراجراف كله زي ما قال لنا في الاستراتيجيز. يبقى احنا كده بنحاول نتوقع من الاسئله اللي قدامنا ان احنا المقارنه ما بين الماضي والحاضر، وبعدين عندنا الفيوتشر، وبعد كده بندور على المميزات، وبعد كده بندور على العيوب اللي هي الدرايفنج هابتس اللي بتسبب الرود بروبلمز، وعندنا الزياده بتاعه استخدام الموتور فيكلز وتاثير السيارات على السيتي ديفلوبمنت. يبقى ادي الموضوع كله على بعض. عايزين بقى نشوف نمبر 14 الكومباريسون بتوين ذا باست اند ذا بريزنت. ذا باست اند ذا بريزنت، معلش هي الفايل 5 صفح، فان شاء الله هتاخدوا يعني وقت فيه ان انتوا تقروا. بالنسبه لل الباراجراف الاول اللي هو باراجراف A، هنقرا الباراجراف A وبعدين باراجراف H، وبعد كده هناخد الباراجرافات الثانيه جمله اولى جمله ثانيه جمله اخيره. بيقول لك there are now over 700 million motor vehicles in the world and the number is rising by more than 40 million each year. The average distance driven by car users is growing to from 8 kilometers per person in Western Europe. This dependence on motor vehicles has given rise to motor problems including. يبقى واضح كده ان هو بيتكلم عن عدد الايه، عدد السيارات اللي موجوده، والزياده في عدد السيارات، والزياده دي سببت بروبلمز. من البروبلمز دي الانفايرمنتال بولوشن، ديبليشن اوف اويل ريسورسز، traffic congestion and safety. يبقى دي المشاكل، ودي المشاكل اللي ناتجه عن زياده عدد السيارات. وزياده عدد السيارات بقد ايه؟ عامل احصاء كده او عامل دراسه لزياده عدد السيارات في الطرق. بعد كده هناخد اتش. A more likely scenario seems to be a combination of mass transit systems for travel into around the cities with small low emission cars for urban use and larger hybrid to learn burn cars for use elsewhere. Electronically told any highways might be used to ensure that drivers pay charges geared to actual road use. Better integration of transport systems is also highly desirable and made more feasible by modern computers, but these are solutions for countries which can afford them. In most developing countries, old cars and old technologies continue to predominate. بالنسبة لنمبر 17، السؤال نمبر 17 كان بيتكلم عن the writer's prediction on future solutions. The writer's predictions on future solutions. يا ترى ما لاحظناش كده في الجمله الاخيره لما بيقول in most developing countries all the cars and all the technologies continue to predominate. على الرغم من المشاكل وعلى الرغم من الحاجات اللي اتكلم عنها في الانترودكشن، الا ان في اغلب الدول الناميه اللي هي developing all the cars and all the technologies continue to predominate. ها، يبقى نتوقع من الجزئيه ديت او نتوقع من الجمله دي ان الراجل ده بيتوقع شيء يخص الكارز او الموتور كارز في الفيوتشر، في المستقبل. وخدنا خدنا كلمه التوقع ده من كلمه ايه؟ من كلمه continue to predominate. كلمه continue to predominate معناها ان لسه هيحصل حاجه في المستقبل، وما زال الامر ده هيستمر في المستقبل. فاحنا هنعتبر ان الجمله الباراجراف اتش ده هو الكونكلوجن، الاجابه بتاعت نمبر 17. نيجي بقى بعد كده على بقيه الباراجرافز. طيب number 18. number 18 بيقول لك the increasing use of motor vehicles. the increasing use of motor vehicles. لو ما لقيناش باراجراف تاني بيتكلم عن الزياده في اعداد الموتور فيكلز، ولو ان الباراجراف الاول اللي هو باراجراف نمبر 1 بيتكلم عن الزياده في اعدادها، يبقى الباراجراف نمبر ايه هو الاجابه على النقطه رقم 18. طيب ناخد بقى بالنسبه لبقيه الباراجرافز اللي هي بي وسي ودي واي وإف. هنقرأهم كده ازاي بقى؟ هنقرأ الجملة الأولانية، الجملة الثانية، الجملة الأخيرة. الجملة الأولانية، الثانية، الأخيرة. Number B. While emissions from new cars are far less harmful than they used to be, city streets and motorways are becoming more crowded than ever, often with older trucks, buses and taxis which emit excessive levels of smoke and fumes. يبقى هنا بيتكلم على الغازات العادم وغازات السيارات وما الى ذلك. كده النقطه كده وصلنا في النقطه كده، يبقى الجمله الاولى خلصت. الجمله الثانيه this concentration of vehicles makes air quality in urban areas unpleasant and sometimes dangerous to breathe. Even Moscow has joined the list of capitals afflicted by congestion and toxic pollution is a major health hazard. طيب نمبر بي هنا health hazards وفي الفيكلز والفيومز والكلام ده، واضح ان من الاسئله ما فيش حاجه جت خالص عن سيره البي. يبقى الباراجراف بي ما فيش معلومه تحت بتشير اليه. طيب بالنسبه للباراجراف سي until 100 years ago most journeys were in the 20 kilometers range, the distance conveniently accessible by horse. Number C. يبقى number C على طول، مادام جبنا كلمة horse واحنا بنتكلم اساسا عن الكارز يبقى على طول C هو الاجابة على النقطة number 14 اللي هي المقارنة ما بين ايه؟ المقارنة ما بين الباست والايه؟ والبريزنت. نمبر 14 a comparison of past and present transportation methods، لان احنا عندنا هنا في سي جاب لنا سيره الايه؟ سيره الهورس. لو كملنا هنلاقي فعلا مقارنه هيفي فريت، الهيفي فريت ادي برده الهيفي فريت وسيله من الوسائل انسان، وبعدين هيفي فريت الجمله بتاعتها خلصت عند كلمه ريل وبعد فيكل وبعد الفريت وبعد الهورس والفريت والموتور فيكل واليونايتد كينجدوم. about 90% of inland freight is carried by road. the world can't revert to horse drawn wagon. can it avoid being locked into congested and polluting ways of transporting people and goods. يبقى واضح ان في هنا مقارنه ما بين وسائل المواصلات لانه ذكر اكثر من وسيله مواصلات. بالنسبه لدي in Europe most cities are still designed for the old modes of transportation. يبقى هنا بيكلم على الأورد modes of transportation. Adaptation to the motor car has involved adding ring roads, one-way systems and parking lots. يبقى هنا بيتكلم على الحاجات اللي موجوده في المدينه بيعملوا ايه في تتمشي فيها. وبعدين هنا جينا على اخر جمله بيقول لك فيها other social effects have been blamed on the car such as alienation and aggressive human behavior. يا ترى رقم دي ده هينطبق على الهيومن بيهيفير ولا هيتكلم على التأثير بتاع الكار على يبقى انا هنا بحاول احط هنا ايه؟ بحاول احط هنا possibilities يعني احتمالات. ربما الباراجراف اللي هو قدامي دي ده يكون عايز الاجابه بتاع نمبر. نرجع تاني للاجابه، احنا طبعا شغالين نقرا ومعانا الاجابه، بنقرا ومعانا الاجابه، ما بنبقاش ماشيين مع القطعه لوحدها، لا ده احنا بنحاول نعمل بريدكشنز كده. يا ترى مين هنا بيقول رقم 19 the impact of car on city development. يا ترى ده تاثير السياره على السيتي ديفلوبمنت ولا الريلاتيف merits of car. واضح هنا في الباراجراف اللي قريناه رقم دي ما كانش فيه مميزات. How driving habits contribute to road problems. ده النقطة نمبر 15 بتتكلم عن road problems. انا هنا ما عنديش اي مشاكل في الباراجراف رقم دي. يبقى الباراجراف رقم دي بيتكلم على the impact of car نمبر 19. طيب هنوصل الباراجراف دي بنمبر 19. احنا عايزين نشوف كده الكلمات اللي هي كلمة impact وcity development. يا ترى هنلاقي كلمة impact وكلمة city development في الباراجراف دي؟ يا ترى هنلاقي او كلمة بتساوي كلمة impact؟ لو لاحظتوا كده هتلاقوا كلمة impact موجودة عندنا في هذا الباراجراف. بسرعة كده هنقرأ. motor vehicles a vehicle has blamed the car such as alienation and aggressive human behavior. In Europe, most cities are still designed for the old modes. Adaptation to the motor has involved adding new roads, one-way systems of parking a lot. يبقى هنا عندنا بيقولك more land is assigned to car use than to housing. يبقى الجملة دي بتقولك إن كثير، قالك هنا إيه؟ الأرض بتحددها في اليونايتد ستيتس أكتر من الهاوسنج ذات. يبقى احنا هنا بنتكلم على تأثير الموتور على الايه؟ على، يبقى هنا كده خلاص اتأكدنا ان دوت ماشي مع السؤال رقم 19. طيب نمرة ايه بقى؟ المفروض ان احنا كده جاوبنا كام جزئية؟ المفروض ان احنا هنا جاوبنا كام جزئية؟ احنا جاوبنا الكونكلوجن اللي هي البريدكشن، وجاوبنا A اللي هي نمبر 18، وجاوبنا نمبر 19، يبقى وجاوبنا كمان نمبر 14، يبقى انا ناقصني نمبر 15 و16. 15 الدرايفنج هابتس والميرتس. تعال نشوف بقى بقية الباراجرافات. E in 1993 study by European Federation for Transport and Environment found that car transport as rail travel in terms of external social costs. It entails congestion, accidents, pollution, loss of cropland and natural habitats, depletion of oil resources and so on. يبقى هنا بيتكلم على ايه في نمبر E؟ في نمبر E بيتكلم على the study of European found that car transportation is 7 times as costly as rail travel. يبقى الريل ترافل ده اللي هو الريلوي ستيشن اللي هو الترين ترافل. yet cars easily surpass trains or buses as a flexible and convenient mode of personal transport unless expect people to give up private cars in favor of mass transit. يا ترى هل هذه النقطة أو هذا الباراجراف بيشير إلى الإجابة اللي هو احنا بنقرا في إيه؟ يبقى بنشوف كده نمبر 16 the relative merits of cars and public transport. يا ترى هنا بيتكلم على الميرتس اوف كارز ولا ايه؟ هو بيتكلم هنا على الميرتس اوف كارز، بيقول لك الناس مش هتسيب الكارز ومش هتعمل يبقى هنا بيتكلم على الفوائد او المميزات او الحاجات اللي بتميز الايه؟ it is unrealistic to expect people to give up private cars in favor of mass transit. يبقى هنا بيتكلم على ميزة او المميزات الكار عن، وطبعا لقيناها في نهاية الجملة اللي هي الخاتمة بتاعة هذا الباراجراف. قعد يناقش 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 وبعدين في الاخر قال لك مش منطقي جدا ان الناس تسيب الايه؟ تسيب العربية عشان تمشي في البابليك ترانزيت او البابليك ترانسبورتيشن. بالنسبة لنمبر 15 بقى ناقص لنا ان احنا ندور عليها في اف او جي، لان خلاص خدنا اتش على انها البريدكشن. فاف او جي احنا عايزين نقرا تاني الاجابة بتاعة نمبر 15 بسرعة كده. نمبر 15 how driving habits contribute to road problems. يبقى انا بدور هنا على ازاي الناس وهي بتسوق السيارات بتعمل مشاكل. technical solutions نقرا بقى هنا في F و G. F هنا بيقولشنز can reduction problems and increase the fuel efficiency of engines but fuel consumption and exhaust emission depend on cars preferred by customers and how they are driven. Many people buy larger cars than they need for daily purposes. Besides, the global car use is increasing at a faster rate than the improvement which technology is now making possible. Number F. طيب انا مش عارفه احدد اذا كانت F بتتكلم على اللي بيقول على الباد هابتس والرود بروبلمز. يا ترى في هنا باد هابتس ورود في الرود بروبلمز هنا سببت لي هنا رود بروبلمز. طب نقرا جي كده some argue that the only long term solution is to design cities and neighborhoods so that journeys are not necessary all essential services being located within walking distance. واضح هنا ان هو بيدور على solutions، مفيش حاجه هنا تحت بتقول لي على ايه، بتدور لي على السولوشنز، ولكن هم بيقولوا لي في النقطه نمبر 15 ان الهاو درايفنج هابتس كونتريبيوت. يبقى اكيد النمبر 15 فيه الاجابه بتاعه الاجابه بتاعتنا هو الباراجراف اف على السؤال رقم 15. يبقى global improvement in emissions and fuel efficiency which technology is now making possible. يبقى احنا كده حلينا القطعة بتاعتنا بسرعة جدا، وحاولنا نجيب الأسئلة حاولنا نجيب الأسئلة نفكر فيها كويس ونبقى عارفين بالظبط ايه النقاط اللي هي بتسأل عليها. فكرنا في الأسئلة هنا تفكير منطقي، قلنا في مقارنة ما بين الماضي والمضارع وفي كلام عن المستقبل. يبقى أكيد المقارنة دي هتبقى في باراجراف قريب من فوق، وأكيد الكلام عن المستقبل ما دام في هنا. عموما لما بيجي أي حد يكتب مقالة بيقارن بيحاول ياخد فيها تاريخ أي شيء، يا إما بيبدأ دايما بالماضي، يبدأ دايما بالبداية خالص، وبعدين ينتهي توقعه المستقبلي. يبقى احنا كده واخدينها تسلسل منطقي. يبقى فعلا احنا وجدنا الاجابه على رقم 14 في باراجراف سي، والاجابه على رقم 17 اللي هو البريدكشن في باراجراف اتش. يبقى باراجراف اتش خاتمه وباراجراف سي في البدايه. واتكلمنا على الدراي اللي هي ذا انكريسنج يوز اوف موتور فيكلز، والراجل بيتكلم على الموتور فيكلز، يبقى بيتكلم على زياده اعدادها في النقطه رقم 18. يبقى اللي هيصير هنا يبقى اقرا قطعه، هذه القطعه بتتكلم عن ريخ شيء او بتتكلم عن تطور شيء. يبقى هيتكلم الاول عن التطور، بيتكلم الاول عن اهميه، هيتكلم عن زياده العدد، وبعد كده هيبدا يدخل لي من زياده العدد الى الكلام عن الماضي والمستقبل، بياخدها بقى من الماضي المقارنه ما بين وسائل الماضي والحاضر، وهيبدا يتكلم على البروبلمز، وبعد كده هيتكلم على المميزات، وبعد كده هيتكلم على النهايه بقى خالص اللي هي الفيوتشر الفيوتشر سولوشنز. يبقى الاسئله ده هي كده عباره عن تلخيص للقطعه اللي فوق. القطعه اللي فوق متكلمه عن موضوع الموتور كارز دي بطريقه منطقيه. الطريقه المنطقيه دي بادئه من الماضي الى المستقبل، الماضي ثم الحاضر ثم المستقبل، واتكلمت عن المقدمه اتكلمت عن زياده الاعداد، وبعد كده بدا يتكلم على المميزات واتكلم على العيوب، واستخدم الاثر كمان النتيجه بيستخدمها، لان هو بيمسك الموضوع من اوله لاخره. ده كده حلينا القطعه، خلصنا الحل وخلصنا كده الحل المطلوب مننا. دلوقتي بقى عايزين نستفيد من الماتيريال في القطعه دي، في ان احنا نوصل مهارة، بان احنا نوصل مثلا في مهارة القراءة لمستوى عالي جدا، ان احنا نحاول نعلي السكور بتاعنا. السكور بتاعنا مش هيعلى الا اذا خدنا اكبر قدر او عرفنا اكبر قدر ممكن من الكلمات المتاحة في الريدنج كومبريهنشن في اختبار الايلتس. كلمات ممتازة جدا لاي واحد عايز يزود حصيلته اللغوية عموما في اللغة الانجليزية، او يزود الحصيلة اللغوية عشان يجتاز امتحان الايلتس. فانت هتمسك طبعا كل باراجراف هتحاول توصل للفكره الاساسيه من خلال القرايه، وبتحاول تطلع الكلمات اللي انت ما انتش عارفها. الاول خالص هتطلع الكلمات المهمه اللي انت ما فهمتهاش او اللي انت ما انتش عارفها خالص، يعني اللي سببت لك عدم قدره على فهم الباسج دي. وبعد كده بتدور على الكلمات الثانيه اللي اقل اهميه، يعني بالاول خالص بتدور على الكلمات المهمه خالص، زي مثلا كلمه ديبليشن، زي كلمه مثلا كونجستشن، زي مثلا كلمة مثلا الكلمات هي دي تقريبا الكلمات الصعبة او الكلمات الفظيعة الصعوبة، يعني العالية في الصعوبة. بعد كده بتاخد الكلمات اللي اقل من كده. طب الباراجراف ده انت بعد ما خدت المعلومات اللي فيه، يا ريت تحاول تكتب المعلومات الاساسية اللي انت فاهمها منه بعد ما تقراه. يعني حاول تاخد ليه بقى؟ لان انت هتتعلم الكلمات، وبعد ما تتعلم الكلمات هتستخدم الكلمات دي ازاي. انت قدامك نص اهو، الكلمات دي مستخدمه فيه، النص ده هو دليلك في استخدام الكلمات الجديده اللي انت بتعلمها. اولا النص فيه معلومات شيقه، يعني بيديك معلومات كويسه عن الموتور كار، بيديك احصائيات وبيديك كلام عن مقارنه ما بين الماضي والحاضر، والراجل بيتوقع ايه، وحاجات جميله جدا. ممكن حتى لو هو جه سالك فيها في السبيكنج تيست هتجد صعوبه. ليه بقى؟ لان الكلمات او الجزئيه دي محتاجه قرايه ومحتاجه ثقافه، انك تتكلم على الفكره ده او تتكلم عن الموضوع ده. يبقى انت هتستخدم القطعه في ان انت تعرف كلماتك الصعبه، وتدخل كلماتك الصعبه في سمري بسيط صغير كده لكل باراجراف. يبقى انت كده هتنمي الرايتنج سكيل، ومعاك الجايد بتاعك، معاك الاستاذ بتاعك، القطعه ذاتها استاذك والجايد بتاعك اللي بيدلك على استخدام الصحيح للكلمه، والاستخدام الصحيح في الكلمه مش من ناحيه الكونتكست. الكونتكست اللي هو السياق. يعني انا ما ينفعش مثلا استخدم كلمه ديبليشن اللي هي depletion of oil resources، اللي هي نقص او قله الموارد في البترول. الكلمه depletion انا عرفت لها استخدام في كونتكست، انها بتتكلم عن القله في البترول. لو انا فتحت كلمه ديبريشن من القاموس ودرستها وعرفت لها يعني ما اقدرش استخدمها بشكل صحيح، يعني هعرفها وخلاص وبعد كده اقوم قايله ديبليشن دي في اي حاجه، لا ده انا اخد بالي ان كلمه ديبليشن تيجي مع كلمه اويل ريسورسز، ده بيديك مور اكيورسي في الفوكابيلري تشويس بتاعك، لان الفوكابيلري تشويس بتاعك في الرايتنج تيست بتاع الايلتس بيقيم يعني انت اخترت الفوكابيلري في مكانها الحقيقي او مكانها الصحيح ولا لا. فاللي عشان تعرف المكان الصحيح او السياق الصحيح لاستخدام الكلمه انك تقراها، وبعد ما تقراها تبدا تستخدمها في نفس السياق اللي انت قريته فيها، فالسياق بالنسبه لك دليل على صحه استخدام الكلمه اللي انت استخدمتها. بالنسبه بقى للجزئيه اللي هناخدها، طبعا الرايتنج يا جماعه في اللغه الانجليزيه بيبقى كل بيس اوف رايتنج يعني القطعه اللي قدامنا دي تعتبر بيس اوف رايتنج، كل بيس اوف رايتنج لها طريقه في الكتابه، الطريقه دي عباره عن طريقه تاريخ الموتور سايكلز، وبتقارن ما بين وسائل المواصلات القديمه ووسائل المواصلات الحاليه، و بتختم هذا المقال بتوقع مستقبلي. طريقة نوع من انواع الكتابة، طريقة في الكتابة في اللغة الانجليزية ان احنا بنقسم الباراجراف بتاعنا من بداية الباراجراف A كلام على اهمية الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه، باراجراف H توقعنا المستقبلي لاهمية هذا الموضوع، وبعد كده بنمسك بقى الباراجرافات اللي في النص، حتى بيسموا الباراجراف اللي بيبقى له conclusion وبيبقى له introduction ساندويتش باراجراف. يعني ايه ساندويتش باراجراف؟ يعني باراجراف له بداية وله نهاية وفي الوسط الحشو. الحشو ده بقى عبارة عن باراجرافات تانية. لو لاحظتوا في الباراجراف اللي هو في باراجراف هتلاقي التوبيك سنتنس في الجمل الأولى، وعندك باراجراف هتلاقي التوبيك سنتنس في الجمل التانية. يعني مثلا باراجراف سي كانت avoid being locked into congested and polluting ways of transporting people and goods، اهي دي توبيك سنتنس. ليه؟ لأنه احنا بنحل طلعنا منها بنتيجة، بما انك طلعت منها بنتيجة يبقى التوبيك سنتنس دي هي، يبقى دي الجملة الأخيرة دي توبيك سنتنس. وخدنا هنا من الباراجراف ده ان التوبيك سنتنس ممكن تبقى مكتوبة على هيئة سؤال في نهاية الباراجراف، خاتمة للباراجراف، بتقول الفكرة الأساسية بعد ما يناقش يخلص مناقشة يبدأ يديك الفكرة الأساسية للباراجراف في نهايته على هيئة ايه؟ على هيئة سؤال. طبعا السؤال في نهاية الباراجراف في كتابة التوبيك بيديك مزيد من التشويق ومزيد من الإثارة في الكتابة علشان تقدر تجذب نظر القارئ للقطعة بتاعتك. طبعا القطعة دي ما فيهاش الترانزيشن ووردز اللي هي الكلمات الانتقالية، الكلمات اللي بتخليك تنتقل. والكلمات الانتقالية دي يا جماعة على فكرة مفتاحية. يعني ايه مفتاحية؟ يعني انا بستخدمها علشان اعرف بالظبط الراجل اللي بيكتب ده وجهة نظره ايه في الكتابة، يا ترى وجهة نظره مع ولا ضد. ففي كلمات مفتاحية، ولكن هذا الباراجراف ما هوش موجود فيه نماذج لهذه الكلمات الايه، او هذه القطعة ليس فيها نماذج للكلمات المفتاحية. في قطع تانية بيبقى فيها نماذج للكلمات المفتاحية اللي ان شاء الله هنتعلمها لما نيجي نعمل الرايتنج تاسكس في الايلتس باذن الله. كده خلصنا الجزئية الاولانية او الباسج نمبر 1. بالنسبة للباسج الثاني طبعا ده تيبل كومبليشن اللي هو تكملة التيبل. القطعة اللي فاتت كانت سهلة شوية، مستوى السهولة بتاعها او مستوى الصعوبة بتاعها ما كانش عالي قوي. القطعة دي فيها شيء من الصعوبة شوية في الكلمات، هتلاقي الكلمات يعني اكاديميك شوية لان طبعا دي اكاديميك ريدنج. هتلاقي عنوان اي قطعة انا جايباها اكاديميك ريدنج سامبل تاسك تيبل كومبليشن تكملة الجدول. طبعا اما باقي بيقول لك هنا this is an extract from an academic reading passage on the subject of dung beetles. The text preceding this extract gave some background facts about dung beetles and went on to describe a decision and to introduce non-native varieties to Australia. يبقى في الجزئية دي ما هيش اختبار ريدنج كامل، لا دي اكستراكت حتى كده مقتطفينها من امتحان اكاديميك ريدنج في الايلتس. والجزئية اللي قبل كده كانت بتتكلم عن preceding extract gave some background facts about dung beetles and wanted to describe a decision to introduce non-native varieties to Australia. يبقى في هنقدم non-native varieties من الدنج beetles دي في استراليا. والقطعة اللي قبل كده او الجزئية اللي قبل كده من القطعة كانت بتبقى introduction عن الدنج beetles دي. دلوقتي هنحاول نكمل التيبل. على فكرة خدوا بالكم من تكملة التيبل، هو هنا السامبل مديك جلوسري التيبل بتاعنا بقى عبارة عن طبعا راس السؤال قلنا بنقراه كويس قوي questions from 9 to 13، يبقى انا عندي الاسئله من 9 ل 13، الجزئيه دي بتجاوب على الجزئيه بتاعت من 9 ل 13. choose no more than 3 words from the passage for each answer، يعني ما تختارش الا no more than 3 words، يبقى انت عندك 3 كلمات فقط، الثلاث كلمات دول هم دول اللي هتحطهم قطعه، تحطهم هنا في الايه الفراغات من 9 ل 13. write your answers in boxes from 9 to 13 on your answer sheet. طيب قبل ما اقرا القطعه انا ماليش مش هقرا غير الجدول، هفهمه كويس قوي واحاول زي ما عملنا في السؤال اللي فات فهمنا الاسئله قبل ما نجاوب. فهمك للاسئله واستخدامك عقلك في التفكير المنطقي وانت بتجاوب تفرق معاك جدا، لان انت وانت بتختار ربما بتبقى فاهم القطعه وساعه ما بتيجي تختار خط سؤال ومش دقيقه وانت بتجيب الاجابه بيقول عليك، لابد من التركيز. مفيش السايز بريفيرد كلايمت كومبليمنتري سبيشيز ستارت اوف اكتيف بيريود نمبر اوف جنريشنز بير يير. يبقى انا عايزه اعرف السبيشيز، هو هنا مسهل عليا طبعا التيبل ده حل منطقي لتجميع، السؤال فيه هو مفتاح الاجابه، يعني لو ما انا فهمتش السؤال كويس مش هعرف ادور على الاجابه، يبقى اخد بالي من السؤال واركز جدا لان هو ده اللي هيبقى مفتاح للاجابه. السبيشيز عندي 3 سبيشيز، فرنش واسبانيش وساوث افريكان. السايز واضح ان انا اي بقى معلومات تقابلني في القطعه عن السايز ماليش دعوه، اي معلومه تقابلني على السبيشيز المختلفه حتى لو جاب لي 30-40 سبيشيز فوق ال3 دول انا بركز على الجزئيه اللي مطلوب مني فيها بيانات بس، اللي هي الاسبانيش والساوث افريكان. بالنسبه للفرنش هو جايب لي المعلومات اللي عن السبيشيز اللي هو الفرنش سبيشيز اوف دانج بيتلز. البريفيرد كلايمت الفرنش هيحب الكول، يا ترى الاسبانيش هيحب ايه، والساوث افريكان يا ترى كنت كومبليمنتري سبيشيز، السبيشيز هتبقى اسبانيش. الساوث افريكان يا ترى الكومبليمنتري سبيشيز بتاعه هتبقى ايه. ستارت اوف اكتيف بيريود يا ترى الاكتيف بيريود بتاع الاسبانيش ايه. نمبر اوف جنريشنز عدد الجنريشنز هيبقى قد ايه بالنسبه للاسبانيش، وماليش دعوه بالجنريشنز بالنسبه للايه للساوث افريكان بول رولر. نقرا بقى في القطعه ونحاول نشوف كده يا ترى. على فكره الجزئيه دي بتتكلم عن السبيشيز، عن الايه الفصائل او الانواع بتاع البيتلز دي، عايز ياخد منها السايز والكلايمت والكومبليمنتري سبيشيز والبيريود اوف الاكتيف بيريود والجنريشنز بير يير. يبقى واضح هنا ان الكلام كله عن حاجه واحده، الكلام كله عن السبيشيز. بما انه بيتكلم عن السبيشيز ما اعتقدش ان الراجل اللي بيكتب لي قطعه مرتبه ترتيب منطقي هيتكلم لي عن السبيشيز ديت يعني في كذا باراجراف او في كذا مكان، واضح انه هيتكلم لي عن السبيشيز في مكان محدد او في مكان ايه معين. introducing طبعا dung beetles to a pressure to a pasture into a pasture، يبقى introducing work from the inside of the bed of the shoulder from most species burrow into. يبقى انا بدور على كلمه ايه، كلمه species، وبدور كمان على كلمه spanish، بدور على كلمه south african، بدور على كلمه french. يبقى الثلاث انواع انا بدور ايه، بدور عليهم علشان اقدر اشوف بالظبط المعلومات يا ترى موجوده فين. واضح ان ده باراجراف انترودكشن كده بيتكلم، وبعد كده بدأ هنا يتكلم على السبيشيز، يبقى هقرا الباراجراف ده. والماكسيموم بيوريال اهو، ايوه require a variety of species with overlapping periods of activity. هنا activity اللي هي ايه، تحت هنا عندك كلمة activity تحت موجودة هنا في راس السؤال بايه، active period، وعندنا هنا in the cooler environment. انا عندي cool، يبقى على طول اتوقع ان كلمه cool هنا، جايه لي مع الفرنش في الكلايمت اللي بيفضلوا الفرنش بيتل. شوف انا لقيت المعلومه بسرعه ازاي، وبحاول ادور على الاجوبه بسرعه علشان ما اضيعش وقت. of the state of Victoria the large French species، يبقى الفرنش يا ترى مطلوب مني بسرعه كده، انا نسيت مطلوب مني بيانات في الاسبانيش، لا مش مطلوب، يبقى انا عايزه بيانات فين، عايزه بيانات عن الاسبانيش والايه والاستاذ مين اكتر بيانات عن الاسبانيش، يبقى عايزه 3 بيانات في الاسبانيش وعايزه معلومتين 2 في الساوث. عايزه اشوف الكلايمت بتاع الاسبانيش بسرعه، نشوف كده بيقول لك ايه، بيقول لك هنا environments of the state of Victoria French is matched with a smaller half this size temperate climate Spanish species. اهو الجماعه بقى البريتش عندهم اللغه فيها شيء من الدقه والقصر. يعني temperate climate Spanish species ده العباره دي كلها بتحتوي على الاسبانيش الجنسيه بتاعه، والكلايمت الكلام على الكلايمت. وعلى فكره في حاجه اسمها كومباوند ناون. الكومباوند ناون ده عباره عن الاسم المركب. الاسم المركب ده يا اما بيتكون من فعل زائد اسم او صفه زائد اسم، وبيبقى دايما في بين الكلمتين اللي هم بيكونوا كلمه واحده مركبه حاجه بيسموها الهايفن. الهايفن دي نص الداش في الحجم، الداش اللي هي الشرطه العريضه. الهايفن اضافه داش، يعني نص الايه، نص الداش. تمبريت كلايمت اسبانيش سبيشيز. انا عايزه في الاسبانيش الكلايمت، يبقى الكلايمت بالنسبه لي هنا ايه؟ تمبرت. عايزه اشوف الاكتيف بيريود بريشنز بتاع الاسبانيش قد ايه؟ كلايمت اسبانيش ذا فورمر. كلمه بقى ذا فورمر وذا، كلمه ريتر ده هي بالدبل تي، وكلمه فورمر تاخد بالك منها بتتكرر كتير في اختبار الايلتس. لو حليت اختبارات كتير هتلاقي الكلمه دي، كلمه ذا فورمر يعني الاول، وكلمه ذا لاتر يعني الاخير. هو اتكلم عن حاجتين، الفرنش والاسبانيش. بالنسبه له الفرنش الفورمر، والاسبانيش اللي هو اللاتر يعني الاخير. ذا فورمر الاولاني ار سلو تو ريكفر فروم ذا وينتر كولد اند بروديوس اونلي 1 تو 2 جنريشنز. خد بالك المعلومات اللي تحت اللي هي عن الفرنش ده 1 تو 2 جنريشنز بتاكد لك ان الكلام ده على الفرنش وانك فاهم وانك متابع صح. يبقى على طول ما دام اتكلم على الجنريشنز هنا هيتبعوا بالكلام على الجنريشنز في 1 2 جنريشنز اوف اوف سبرينج فروم ذا لاست سبرينج انتل اوتم. ذا لاتر اللي هو الثاني بقى اللي هو الاسبانيش اللي احنا بندور عليه، which multiply rapidly in early spring. جاب لك early spring هنا اللي هو الوقت اللي بيحصل فيه الملتبليكيشن. produce 2 to 5 generations annually. يبقى انا هنا المعلومات هنا جبتها من كلمه early spring، وجبنا هنا temperate، وجبنا هنا ال 2 to 5 generations annually. يبقى انا هنا اتكلم على الاسبانيش في الكلايمت بتاعه هيبقى early spring. وعندنا الستارت بالنسبه ل النمبر 11 اللي هي 2 to 5. وبعدين هنا بقى عايزين نشوف اللي هي نمبر ايه، نمبر 10 early spring، ونمبر 11 from 2 to 5 generations، ونمبر 9 اللي هو الايه temperate climate يعني الطقس الايه المعتدل. طيب عايزين بقى نشوف ال 12 and 13. 12 and 13 لهم علاقه بالساوث افريكان. انا كده مش عايزه بقى اعرف اي حاجه ثانيه عن الاسبانيش، حتى لو هو حاطط حاجه على الاسبانيش مش هكملها. The South African pole rolling species being a subtropical beetle. subtropical beetle اهو انت بقى هنا هتنفعك حته الايه الفوكابيولاري، وانك تبقى عارف كلمه tropical. يا ترى كلمه tropical لها علاقه بايه؟ لها علاقه هنا بيقول لك refers to the climate of northern and coastal New South Wales where it commonly works with the South African tunneling species. In warmer climates many species are active for longer periods of the year. يبقى انا بقى اخد بالي من المعلومات اللي فين في ساوث افريكان. في عندي ال subtropical beetle refers to the climate of Wales هنا. works with يبقى الشغل اللي بيشتغل معاه السبلمنتري سبيشيز بتاعه ايه. يبقى هناخد الجزئيتين 12 و13 بيقول لك الكلايمت بتاعه هيبقى البريفيرد كلايمت اللي هو السب تروبيكال، لان كلمه تروبيكال لها علاقه بالكلايمت. وبالنسبه للكومبلمنتري سبيشيز بتاعه هيبقى ساوث افريكان تانيلينج اللي هو نوع البيتل. قال لك ورك ويز ذا ساوث افريكان tunneling السلام عليكم. الصوت وصل يا جماعة؟ السلام عليكم. كويس. طيب معلش هو النت فصل عندي بس ورجع وصل تاني. ماشي، يبقى احنا هنا بنرجع تاني للجزئية اللي كنا فيها، وبنقول ان احنا بناخد برضو بعض الكلمات هتنفعك. يعني انت لو حفظت كلمات في مهمة برضو زي البيتلز، كلمة دانج بيتلز، كلمة ابروكسيمتلي بتيجي كتير. الكلمات اللي موجودة في هذه القطعة هي مفتاح لفهم هذه القطعة وما يشبهها من القطع. فانت ما تضيعش في يعني ميزة ان انت يبقى عندك حصيلة لغوية كويسة بتحاول تقرا بيها، بتفيدك الحصيلة دي في ايه؟ الامتحان الفعلي، لان الامتحان الفعلي بلا شك هتلاقي فيه كلمات ما انتش عارفها، ولكن دراستك لهذه الكلمات وانت بتعمل البريباريشن ده وسيلتك لرفع مستواك في الريدنج سكيل عموم، الريدنج سكيل بالذات، وكذلك ايضا الليسننج. بس الليسننج بقى بتقابلك مشكلة ان بعض الكلمات بتبقى عارفها وربما غير قادر على فهمها بشكل صحيح، لان اما انك بتنطقها غلط، او انك ما انتش معود ودانك على الاستماع، او لان عملية لينكينج ووردز ان رابيد سبيتش، ربط الكلمات في الكلام اللي بيقوله النيتيف سبيكرز بسرعة، بيسبب لك تغيير في نطق بعض الكلمات أثناء ما هو بيقولها بسرعة في الجملة. فده بيسبب لك انك بتبقى فاهم الكلام ولكن ما انتش قادر ما انتش قادر تميز اغلبه. يعني ربما تتعجب قوي تقول هي دي الكلمه دي، ده الكلمه دي انا عارفها اساسا، بقراها وبكتبها عادي، ليه اللي خليني ما اعرفش اسمعها واحددها في الليسننج؟ لان انت بتبقى ما انتش واخد عليها في الليسننج من النيتيفز نطقهم مختلف تماما عن اي حد تاني متعلم لغه انجليزيه مهما كان مستواه، بس ما كانش اللغه بتاعته الاساسيه هي اللغه الانجليزيه. القطعة الثالثة في الريدنج النهاردة اللي هي The Risks of Cigarette Smoke. هنا بقى بيقولك Identifying Writers Views or Claims. في القطعة دي ان شاء الله عايزين نحلل وجهة القطعة دي بقى. ان شاء الله هتلاقوا فيها بعض الترانزيشن ووردز، بعض الكلمات اللي ممكن نستخدمها في الرايتنج. ادي الباراجراف. على فكره الشكل الباسج اللي انتم شايفينه ده النيو فورم او الشكل الجديد، مش التراديشنال فورم اوف رايتنج انجلش. يعني هنا هتلاقي الباراجرافات متميزه فعلا بترك مسافه بين كل باراجراف والتاني، بس انت ما سبتش مسافه كلمه فاضيه في بدايه الباراجراف. زمان كانوا بيسيبوا مسافه الكلمه الفاضيه دي، انما دلوقتي بيكتبوها على هيئه بلوكس كده. البلوك دي بيسيبوا مسافه سطر فاضي وبعدين يكتبوا الباراجراف التاني وهكذا. يبقى بتعد عدد الباراجرافات، بيبقى سهل جدا انك تميز الباراجرافات من بعضها، لانها مش مكتوبه سايحه على بعضها كده، كلام مش سايح على بعضه. Academic reading sample task identifying writers views or claims. دي قطعة اهي، المفروض ان احنا عايزين نشوف بالظبط وجهة نظر الكاتب ايه. وجهة نظر الكاتب دي معناها ايه؟ يعني هو قايل هذا الكلام ولا ما قالوش؟ يا ترى الكلام ده يعني موجود في القطعة ولا مش موجود؟ ما هي القطعة دي وجهة نظر الكاتب، لان هو كاتب وجهة نظره من خلال قطعة مكتوبة. فده سؤال yes or no or not given. ده سؤال برضو من الاسئله اللي بتجيلنا في الريدنج باسجز، اللي هو سؤال صح وسؤال خطا وسؤال نوت جيفن، يعني ما هوش مذكور في القطعه. يا ريت نركز مع بعض. بيقول لك هنا ايه بقى؟ questions from 7 to from 4 to 7. Do the following statements reflect the claims of the writer in the reading passage in boxes from 4 to 7 on your answer sheet? Right. Yes, if the statement reflects the claims of the writer. لو كانت الجملة دي موجودة، كلمة reflects the claims of the writer يعني بتعكس وجهة نظر أو ادعاء أو كلام الكاتب، معناها يعني مذكورة في القطعة ولا مش مذكورة؟ هل مذكورة فعلا يعني، أو الجملة اللي أنت شايفها دي هل يعني صحيحة واتقالت فعلا في القطعة فوق ولا no? If the statement contradicts the claims of the writer. وخد بالك من كلمة contradicts هنا مفيش معاها حرف جر، يعني بتتناقض أو بتختلف عن كتابة الرايتر. ولا not given if it is impossible to say what the writer thinks about this. يبقى يعني هو كده جايبها لك كده، بيحاول يعني يصعب لك المسألة، بس هو عايز يقول لك هل الجملة دي صحيحة واتقالت في القطعة ولا خاطئة ما اتقالتش في القطعة ولا ما هيش مذكورة أساسا. خد بالك من حتة نوت جيفن دي، حتة نوت جيفن دي مهمة جدا. طبعا هنقرا الاسئله بتاعتنا from 4 to 7. في عندنا ال from 4 بيقول لك 30% of this in the United States are caused by smoking related diseases. يا ترى 30% من الوفيات في الولايات المتحدة اتسببت او related to smoking اللي هي الأمراض اللي لها علاقة بالتدخين. If one partner in a marriage smokes, the other is likely to take up smoking. هل ممكن يبقى ولما يبقى في عندنا two partners in a marriage واحد فيهم smoke والتاني doesn't smoke، هل if one partner in a marriage smokes the other is likely to take up smoking. Teenagers whose parents smoke are at risk of getting lung cancer at some time during their lives. يبقى هنا بيتكلم على المارج، بيتكلم على التينيجرز، بيتكلم على الديس ان ذا يونايتد ستيتس. وهنا بيقول لك opponents of smoking financed the UCSF study. ده نوع من ده study اتعملت. هل ال opponents of smoking financed the UCSF ولا لا؟ على فكرة هنا اكيد السموكينج هتتعمل على اضرار التدخين واثاره، فاذا كان في الستادي في اي مكان لها اوبوننتس يعني معارضين، هل المعارضين هم اللي هيعملوا فهيعملوا لها الفاينانس نمبر 7؟ يا ترى كده هنشوف. يعني احنا بنحاول ايه نشوف، احنا بنتكلم على الاوبوننتس واليو سي اس اف استادي، يبقى دي الكلمات المفتاحيه اللي بدور عليها في نقطه رقم 7، تينيجرز واللنج كانسر و at some time during their lives. يبقى التينيجرز واللنج كانسر دي الكلمات المفتاحية في رقم 6. if one partner in a marriage smokes يبقى marriage is likely to take up smoking، يبقى بكلم عن المارج هنا. وبشوف هنا نسبة قد ايه 30% of deaths in the United States are caused by smoking related diseases ولا ايه. نقرأ بقى القطعة بتاعتنا، ولاحظوا ان القطعة بتاعتنا طويلة. The risks of cigarette smoke هنا طبعا هنقرا اول باراجراف وبعدين نجري على اخر باراجراف، وبعدين ناخد الباراجرافات اللي في النص نحاول ان احنا نقراها. الاسئله من 4 ل7 بتتكلم على التينيجرز وعلى المارج وعلى نسبه الديس اللي موجوده في اليونايتد ستيتس بالامراض اللي بسبب التدخين، وبيكلمك كمان عن النقطه الرابعه اللي هي كل ما السؤال انزل تاني اراجعه. انا بقرا وبقرا مع اللي بقرا ده مع ده، والاستادي اللي هي بتاع اليو سي اس اف. كويس، يبقى انا عندي 4 معلومات بحاول اقرا واحاول اوصل للايه للاماكن وجودهم في القطعه عشان اشوف بالظبط الاجابه يس ولا نو ولا نوت جيفن. الاول خالص هنقرا الباراجراف الاول ثم الباراجراف الاخير، وبعد كده ناخد الباراجرافات اللي ايه اللي في النص. دي القرايه السريعه بتاعتنا السكاننج. السكاننج يعني ايه السكاننج؟ يعني بحاول اشوف المعلومات الاساسيه اللي موجوده في كل باراجراف ايه، انما السكيمنج اللي هي المعلومات العموميه بقى اللي هي ايه الفكره العامه بتاع القطعه كلها اللي باخدها من الانترودكشن والايه والكونكلوجن. يبقى السكيمنج والسكاننج طرق سريعه في القراءه، وعلى فكره الطرق السريعه اللي في القراءه دي بيعلموها لكل الناس اللي بيقتضوا عملهم او دراستهم قرايه زي طلاب الماجستير والدكتوراه. هل طالب الماجستير والدكتوراه هيمسك رساله من اولها لاخرها قرايه؟ استحاله طبعا، لانه مش هيقدر يوصل للموضوع بتاع الرساله بتاعه بشكل دقيق وصحيح، وهياخد له بقى 10 أو 15 سنه على بال ما يعرف يعمل حاجه. فهو بيقرا وبيتعلم مهارات القراءه ازاي يوصل للمعلومه اللي هو عايزها في اسرع وقت ممكن. Discovered in the early 18th and named nicotine the oily nicotine. بيتكلم عن النيكوتين هنا، يبقى بيتكلم لي هنا عن الايه، ومن سنه 1800 او في ال 1800 في القرن ده اللي هو القرن 19 بيكلمنا عن النيكوتين. يبقى دي مقدمة عن النيكوتين. In recent times, scientific research has been providing evidence that years of cigarette smoking vastly increases the risk of developing fatal medical conditions. كويس أوي، يبقى هو بيتكلم هنا عن الإيه الأبحاث في الوقت الحالي. يبقى في هنا fatal risks. طيب في الباراجراف بقى النهائي اللي هيعتبر conclusion. الباراجراف بيقول لك the study argues that the type of action needed against passive smoking. الباراجراف ده بيتكلم عن الباسيف سموكينج، يبقى هو انتقل لموضوع تاني بقى. يبقى نقرا من فوق كده the research criticizes the practice of some scientific tobacco industry for assuming that cigarette smoke has the same influence on the smokers. They argue that so scientists are underestimating the damage done by passive smoking. In support to their recent. يا ترى انا هنا عندي حاجه عن يا ترى الباسيف سموكر. ده انا عندي الباسيف سموكرز دول اللي هم هيبقوا مين؟ الانفامارج هي سموكس ذا اذر از لايكلي تو تيك اب سموكينج. يا ترى النقطه رقم 5 دي موجوده عندي في الجماعه اللي هم الباسيف سموكرز؟ ما هو الباسيف سموكر معناه ان انت بتبقى قاعد في مكان ما بتدخنش وفي حد تاني معاك قاعد بيدخن، فهل الجماعه النون سموكرز دول لهم في تاثير؟ They argue that those scientists are understanding the passive smokers in support of their recent findings. Cite some previous research which points to passive smoking as the cause of between 30,000 to 6,000 deaths from heart attacks. This means يبقى هنا في النهايه خالص بيتكلموا على الابحاث اللي عملوها على الباسيف سموكرز، وما هو في الكونكلوجن ما جابليش سيره للايه؟ للمارج. طيب اشوف كده انا فهمت كده ان الباسيف سموكرز في تحت اهو في اخر باراجراف، دورت على الباسيف ده جاب المارج، عايز اشوف كلمه مارج او مارد موجوده في انهي باراجراف بالظبط. بدور كده عليها بعنايه، بحاول اجدها من خلال الايه القرايه بتاعي، ما انا مش عارفه هتبقى موجوده في انهي باراجراف من كل اللي قدامي. عايزين ندور بقى على كلمه ايه مارج او كلمه طيب انا لقيت كلمه الايه UCSF قبل ما الاقي كلمه المرض، يبقى انزل عليها او اقرا على طول اللي هم بيحاولوا يقوليه. امور ريسنت ستادي باي ريسيرشرز، ما دام بيتكلم على مور ريسنت ستادي يبقى بكلام جديد. طبعا دي الاختصارات اللي بيحبوا ده، كاليفورنيا سان فرانسيسكو هاشون ذا سكند هاند cigarette smoke doesn't harm to non-smoke, leaving aside the philosophical question of whatever anyone should have to breathe someone their cigarette smoke. The report suggests that the smoke experienced by many in their lives is enough to produce بيشرحها، يبقى الكلام ده فعلا اللي هو نمبر 6 اللي كان بيتكلم عن التينيجرز. يس هنحط هنا يس. هيتبقى لنا الجزئيه بتاعه ال 30% of the deaths in the United States are caused by smoking related diseases. هل الديث في اليونايتد ستيتس هيحصل بسبب الديزيزز related to smoking United States اهي in countries like the United States. يبقى نقرا الباراجراف ده. In addition to being responsible for more than 80% of lung cancers, smoking is associated with cancers of amongst others the mouth, the stomach and the kidneys. and يبقى في عندنا هنا الايه ال smoking is associated with cancers and of cancers of the mouth, stomach and the kidneys, and is thought to cause about 14% of leukemia and cervical cancers. Smoking caused more than death mainly resulting from such problems and influenza. Smoking is believed is responsible for 30% of all deaths from cancer and clearly represents the most important preventable cause of cancer in countries like the United States today. هل بقى ال 30% دول نسبة صحيحة اللي هي بيقول لك هنا ايه 30% of deaths in the United States are caused by smoking related diseases اللي هي الأمراض اللي ناتجة عن التدخين. هل النسبة بتاعت 30% دي صحيحة في الولايات المتحدة؟ ها؟ It is responsible for 30% of all deaths from cancer and clearly represents the most important preventable cause of cancer in countries like the United States today. ها؟ ردوا عليا كده يا جماعه، انا سايبه الشات مفتوح. هل الجمله رقم 1 دي جمله صحيحه؟ الجمله رقم 4 انا اسفه، هل جمله صحيحه؟ ليه يا سهاد؟ ليه نو؟ واي نو؟ بالظبط اللي قال، مين اللي قال شاري؟ اقروا تاني السؤال كده، خدوا فرصة واقرأوا السؤال تاني. السؤال هو مفتاح الإجابة لأن هو اللي هيقولك بالظبط. 30% of deaths in the United States 30% من الوفيات في الولايات المتحدة are caused by smoking related diseases. يعني الناس بتموت هناك بسبب الأمراض، 30% من الناس هناك بيموتوا بسبب الأمراض الناتجة عن التدخين. هل القطعة فوق بتقول كده؟ هل بتقول ان 30% من الناس في أمريكا بيموتوا بسبب الأمراض الناتجة عن التدخين؟ هي الأمراض اللي ناتجة عن التدخين، الانفلونزا والبنومينا ديات والبرونتوتشيتس والكلام، يبقى دي الأمراض اللي ناتجة عن التدخين وبتؤدي للوفاة. النسبة بقى اللي بتاع الكانسر 30%، النسبة بتاع الكانسر 30%. الكانسر من ضمن الأسباب اللي بتؤدي للوفاة، يعني من ضمن الأمراض الناتجة، يبقى الكانسر والإنفلونزا والبرونتوتشيتس ده والمرض الثالث ومش دول الأمراض اللي بتسبب اللي بتسبب الدث بسبب التدخين. فالنسبة مش بسبب النسبة هنا ال 30% بسبب الكانسر كنوع من أنواع الأمراض اللي بتسبب اللي بتسبب الموت واللي ناتجه عن التدخين، انما بقيه الامراض التانية اللي بتسبب الموت وناتجه عن التدخين النسبه بتاعتها مش 30%، النسبه بتاعتها مش 30%. طبعا دي اصعب جزئيه في السؤال، محتاجه منك انك تقرا القطعه، تقراها من اول 1990 لغايه كلمه ليه عشان تقدر توصل ليه النقطه دي فعلا ما هياش صحيحه، لان هو جاب لك نسبه الكانسر لوحده كمرض من اسباب مرض بسبب التدخين وبيؤدي الى الوفاه، بس النسبه والنسبه من الكانسر لوحده 30%، انما النسبه بقى ببقيه الامراض المسببه، لان النقطه تحت بتقول لك في رقم 4 الامراض المسببه الامراض المسببه للموت بسبب التدخين، الامراض المسببه ديزيزز مش الكانسر لوحده. قطعه بقى ان شاء الله رب العالمين الاخيره، القطعه الاخيره بقى دي عباره عن تكمله ودي قطعه ظريفه جدا جدا. القطعة دي برضو قطعة جميلة برضو، بس انا كنت فاكراها قطعة تانية. طيب ناخد This is an extract from academic reading a passage on the subject of government subsidies to farmers. The text preceding this extract explained how subsidies can lead to activities which cause uneconomical and irreversible changes to the environment. عايزين نشوف بقى القطعة دي بتتكلم عن السبسايدز للفارمرز، government subsidies to farmers، وازاي السبسايدز دي بتعمل uneconomical changes to the environment. طيب الريفيرسبل ما انتش عارفها مش مشكله، في عندك ان ايكونوميكال وكلنا عارفين كلمه ايكونومي، يبقى عايزين برضو اما نيجي نقرا ناخد بالنا برضو من الاسئله، الاسئله بقى هي اللي هتديك هي اللي هتديك الاجابه. اما تيجي تقرا السؤال اقرا راس السؤال بس في الاول، طبعا هتقرا الانستراكشن في الاول اللي هي questions from 10 to 12. choose the appropriate letters from A, B, C or D. write your answers in boxes 10 to 12 on your answer sheet. وما بيسيبش حاجه، بيقول لك هتحط فين الاجابه وفين مكانها بالظبط. فعندنا الاسئله من 10 ل 12 مطلوب مننا ان احنا نختار choose only one correct answer. the appropriate letters A, B, C or D. طيب بالنسبه للاختياري بتاعنا بقى او السؤال الاختياري هنقرا نمبر 10 و11 و12 ومش هنحاول نقرا الاجوبه الا لما نطلع فوق نقرا في القطعه، لان ساعات وانت بتقرا الاسئله كلها على بعضها بتقرا بقى الاختيارات كلها الاربعه بتتلخبط، فانت هتثبت وتخلي راس السؤال هو الدليل بتاعك، راس السؤال بتاعك هو الدليل، هو ده اللي هيجيب لك الاجابه الحقيقيه. زي ما اتفقنا كده في الاسئله اللي فاتت السؤال هو مفتاح الاجابه، لو تحتار وما تبقى مش عارف بالظبط ايه اللي هتفصص السؤال هتفهمه وهتدقق في فهمه وهتبص تلاقي نفسك واجد الاجابه سريعا يعني. Write your answers in boxes 10 to 12 in your answer sheet. Number 10. Research completed in 1982 found that in the United States soil erosion. واضح ان السويل ايروجن ده حتى لو انا مش عارفه ايه هو بصرف النظر عن معرفة المعنى الكلمه هحاول ادور على كلمه سويل ايروجن ان ذا يونايتد ستيتس تاريخ ضمن الاستراف الريدنج. خد بالنا كويس قوي من الارقام، ندور على الارقام، ندور على السنين، ندور على الساعات، ندور على الارقام. دايما الارقام هي المفتاح. يبقى بدور على سنه 1982 واليونايتد ستيتس والسويل ايروجن ريسيرش كومبليتد ان 19. بس طبعا بقرا بشوف الكلام معناه ايه، عشان ما بدورش كده عمياني وبس، لا ده انا بقسم بفهم الكلام اللي في راس السؤال وبدور على الكلمات المفتاحيه فوق في القطعه. لو انا قرات بدون فهم ولو نسبه ضئيله جدا منه مش هعرف اوصل للنقطه الصحيحه. يبقى بحاول افهم نفسي راس السؤال كده. Research completed in 1982 found that in the United States soil erosion. يا ترى السويل ايروجن ده اللي هو الايروجن بتاع السويل اللي هو بتاع التربه، طبعا احنا بنتكلم عن السويل ايروجن. طيب يبقى انا هنا عندي سنه 82. طيب باي ذا ميد تينز فارمرز اند دنمارك. يبقى انا اول جزئيه ادور على اليونايتد ستيتس، وبعدين هدور على الدنمارك، وبعدين ويتش وانز اوف ذا فولوينج انكريز ان نيوزيلاند افتر 84. ولا يبقى انا هنا عندي 82 وسنه 80 ميد 18. يا ترى 82 قبل الميد 18؟ قبل الميد 18 سنه 1982، قبل منتصف الثمانينات. طيب والميد 18 وبعدين هنا وبعد هنا عندنا which one of the following increased in New Zealand after 1984. يبقى انا عندي 1984 و1982 وعندي mid 18s وعندي الدنمارك وعندي نيوزيلاند وعندي اليونايتد ستيتس. هم دول اللي انا هدور عليهم فوق. يا ترى في ال 82 اليونايتد ستيتس السويل ايروجن، بعد كده الميد 18s والدنمارك، وبعد كده النيوزيلاند وال84. يا ترى بقى اول جزئيه اللي هي امسك بقى جزئيه جزئيه. يبقى انا عايزه 3 بلاد بس، يونايتد ستيتس دنمارك نيوزيلاند، عايزه 3 تواريخ 82 ومنتصف الثمانينات و84. وبالنسبه للجزئيه بتاعه اليونايتد ستيتس هدور عليها كلمه السويل ايروجن الى جانب التاريخ اللي هو 1982. ندور بقى على التواريخ، عيني كده على التواريخ او عيني على السنوات. هنا 84، انا عايزه 1982 وعايزه اليونايتد ستيتس. الجزئية الأولانية discovered in 1982 that about 1/5 of its farmland was losing topsoil. And at a rate likely to diminish the soil's productivity. يا ترى ده فين؟ قال لك زي يونايتد ستيتس اهي. يبقى انا لقيت سويل ولقيت يونايتد ستيتس ولقيت الايه؟ ال 1990 1982. يبقى في ال 1982 هنا واليونايتد ستيتس والسويل توب سويل لوزنج، يبقى اكيد ايروجن دي معناها لوزنج يعني. The United States where the most careful measurements have been done discovered in 1982 that about 1/5 of its farmland. 1/5 اتفقنا في الارقام لما كنا بنتكلم على الريدي الليسننج استراتيجيز، وكنا بنتكلم على الارقام العشريه والارقام الاعتياديه، وقلنا ان 1/5 معناها ايه؟ 20%، يعني الخمس. 1/5 يعني الخمس. of its farmland، الارض بقى بتاعتها الفارملاند بتاعتها اللي مزروعه، was losing top soil. يبقى انا عارفه سويل اساسا، يبقى التوب سويل اللي هي الايه؟ التربه اللي على وش الارض دي. at a rate likely to diminish، بيقلل او بي 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 بيمحق the soil's productivity، البرودكتيفيتي بتاعت السويل. كويس قوي. يبقى واضح ان الولايات المتحده اكتشف سنه 82 ان 20% من الارض بتاعتها بتتقلل البرودكتيفيتي بتاعتها بسبب استخدام السبسايدز اللي هي المعونات اللي بتديها الحكومه بالنسبه للاسمده والفيرتلايزرز والبيستيسايدز. يبقى هنا بقى بيقول لك ريسيرش كومبليتد فاوند ان ذا يونايتد ستيتس سويل ايروجن. عملية القضاء على الكفاءة او البرودكتيفيتي بتاع السويل، او عملية القضاء على الطبقة اللي هي التوب سويل بتاعة الفارملاند. reduce the productivity by 20%، ولا was almost as severe as in India. لا ما كانش في الجملة لا انديا ولا تشاينا. was causing significant damage to 20% of farmland. was causing damage to ولا could be reduced by converting cultivated land to meadow or forest. يبقى نمبر 10 اللي هو الإجابة رقم سي بالظبط يا أستاذ أمير، رقم سي. was causing significant damage to 20% of farmland in the United States. soil erosion. soil اللي كان بسببه بقى soil erosion ده كان بسبب حاجة. طيب الحاجة سببت السويل ايروجن، والسويل ايروجن سبب ايه؟ سبب دامج ل 20% اوف ذا فارم لاند. يبقى الفارم لاند حصل لها سويل ايروجن، مش زي ما بعض، مش زي الجملة اللي فوق ما بتقول، اللي هي الجملة رقم ايه؟ مش زي الجملة رقم ايه يا استاذة سهاد؟ لا، ده بيقول لك السويل ايروجن ده هو اللي عملية التجريف بتاع وش الارض الزراعية الصالحة للزراعة ده اهي، سبب دامج تو 20% اوف ذا فارم لاند. يبقى بيسبب تلف للفارم لاند بنسبة 20% منها، 20% من الفارم لاند تلفت بسبب السويل ايروجن ده. طيب ناخد بقى الدنمارك والميد ايتينز. ميد ايتيز، ها الدنمارك، فين الدنمارك؟ احنا طبعا خدنا الجزئية بتاعة اليونايتد ستيتس اهي في نهاية. طيب هو بيتكلم على الدنمارك about، انا بحاول اقرا بسرعه كده عشان اشوف كلمه دنمارك اللي هي يبقى نقرا بقى كلمه دنمارك هنا. fertilizer use doubled in Denmark in the period 1960 to 1985. هو بيسالني تحت عن 84، يبقى الفتره اللي هو عايزها في الفتره دي. والدنمارك والفيرتيلايزر دبل دي يعني تضاعف، and increased in the Netherlands by 150%. طيب تعالي احنا كده لغايه كده نشوف بقى راس السؤال تحتها ضرب ايه. ها بيقول باي ذا ميد 80s farmer in Denmark. ايه قبل منتصف الثمانينات اللي هو سنه 85 اللي هو نهايه التاريخ ده، يا ترى ايه اللي حصل للفارمرز؟ عملوا ايه الفارمرز؟ used 50% less fertilizer than Dutch farmers، ولا used twice as much fertilizers as they had in 1960. هي نمبر بي فعلا، لان النقطه قايله نفس الكلام ده فعلا. قالوا ان هم دبلد، يعني اللي هي جايب كلمه دبلد اللي هي ضعفت، قال twice as much as، twice as much fertilizer as. كلمه twice as يعني قدوا مرتين، as they had in 1960، ودي فعلا حصلت في النقطه اهي 85. يبقى من 60 ل 85، يبقى المقارنه اهي بدايتها 60 ونهايتها 65. increased doubled in Denmark in the period اهي and increased the quantity applied has risen. يبقى هي كده النقطه ديت اللي هي fertilizer used doubled in period كذا. يبقى في الفتره دي للفتره دي استخدموا doubled. شوفي الجمله قد ايه قصيره وقد ايه موصله معلومات. من سنة 60 لسنة 85 بيقارنوا ما بين كمية الفيرتلايزرز اللي استخدموها الدنمارك، اللي استخدموها الفارمرز ان دنمارك، فلاقوها دبلد من ايه؟ دبلد سنة 85، وما عبرلكيش عن سنة 85 بسنة، وانما قالك ميد ايتيز. ميد ايتيز يعني في منتصف الثمانينات، وضعفت عن 1960، ضعفت عن ما كانت عليه في سنة 1960، وزادت في النيذرلاندز باي 150%، وزادت بنسبة 150% في نفس الفترة ده في النيذرلاندز بنسبة 150%. يبقى هنا ما جابش نسبة، ما قالش زادت بنسبة 50%، نسبة دبلد ضعفت يعني بقت قدها مرتين. which one of the following increased in New Zealand after 1984؟ ايه اللي زاد بعد سنة 1984 في نيوزيلاند؟ نشوف نيوزيلاند وسنة 84 اللي هي المفتاح بتاعي اللي بدور عليه اهي نيوزيلاند. هنا بيقول لك in the late 80s and early 90s some efforts were made to reduce farm subsidies. The most dramatic example was that of New Zealand, which scrapped most farm support in 1984. كويس. Farm support. A study of the environmental effects conducted in 1993 found that the end of fertilizer subsidies have been followed by a fall in fertilizer use. عندي هنا نقص او ضعف او قله في استخدام الايه الفيرتيلايزر. By the decline the village that more of the over also stopped the land clearing and overstocking which in the past had been the principal causes of erosion. Farmers began to diversify the one kind of subsidy whose removal appeared. يبقى هنا بقى بيقول لك يا ترى بدأوا يعملوا ايه؟ Which one of the following increased in New Zealand? Farm incomes ولا use of fertilizers اللي زاد ولا farm divers. بالظبط أستاذ أدهم اللي هو الفارم diversification. نقرأ تاني. Which one of the following England after 1994 ايه اللي زاد في نيوزيلندا بعد سنة 1984؟ ايه اللي حصل حاجة ادت الى الفارم دايفرسيفيكيشن؟ ايه اللي حصل ده بقى الى حدوث الفارم دايفرسيفيكيشن ده؟ اي نقول نيوزيلند اهيت بيقول لك ان ليت هي قبلها جمله مش مشكله ناخدها بقى. ان ذا ليت 80s and early نصر and most dramatic example was that of New Zealand. نيوزيلاند خدها مثال، اكبر مثال دل على ذلك يعني للقله في لتقليل استخدام السبسايدز دي. فقال لك which scrapped most farm support in 1984. طيب الفارم سبورت قل فيه الايه في سنه 1984. طب a study of the environmental effects conducted in 1993 found that at the end of fertilizer subsidies had been followed by a fall in fertilizer use. يبقى قللوا استخدام الفرتلايزر. The removal of the subsidies also stopped land clearing and overstocking which in the past had been the principal causes of erosion. Farmers began to diversify. يبقى farmers began to diversify. هتلاقي الكلام كل الجمله الثانيه احنا قلنا التوبيك بيبقى التوبيك هنا كان في بدايه اللي هو التوبيك هو اللي بيسالك عنه في السؤال رقم 19. السؤال رقم 12 في السؤال رقم 12 كان بيسالك عن نيوزيلاند سنه 84 حصل ايه؟ الفارمرز عملوا ايه؟ قام جايب لك الاجابه تحت اهيت في الكونكلوجن بتاعه نفس الباراجراف. farmers began to diversify. يبقى اللي هيحصل تحت هو الايه؟ هو الدايفرسيفيكيشن او فارم دايفرسيفيكيشن زي ما هو جايبها تحت في الاجابه رقم دي، لان دي تعتبر الخاتمه، ده النهايه اللي وصل اليها الايه اللي وصل اليها الموضوع دوت. يعني عايزه اعرف بالظبط رايكم في الريدنج، يا ترى سهل ولا صعب؟ يا ترى بالنسبه للريدنج احنا خدنا دلوقتي 5 قطع، الخمس قطع دول امثله على اسئله ممكن تجيلنا في اختبار ريدنج في الايلتس. اي قطعه شوف انت، كل واحد فينا بيستسهل القطعه او بيستصعبها على قد مستواه. يعني ممكن تلاقي واحد قاعد حاسس انها سهله وواحد تاني قاعد حاسس انها صعبه، فانت عايز تزود بس الحصيله اللغويه بتاعتك، تزود المعلومات بتاعتك، تزود الكلمات اللي انت عارفها. هتبص تلاقي مستواك كل مره بيرتفع، كل شويه هتلاقي مستواك بيرتفع بلا شك، لان انت كل ما هتقرا. وعلى فكره خد القرايه من ناحيتين اتنين، احنا قلنا مره ان احنا عندنا التوب داون والبوتوم اب استراتيجيز. التوب داون اللي هي الاستراتيجيز اللي انت بتستخدمها بعيد عن الكلمات وبعيد عن القواعد بتاع الجرامر وانت بتقرا او انت بتسمع. يعني استراتيجيز ملهاش دعوه بمعاني الكلمات. في قاموس انا حاولت انا اعمل لكم داونلود بس لقيته مش متاح بسبب حقوق الملكيه الفكريه، اللي هو اوكسفورد ديكشنري فور ادفانسد ليرنرز. لو انت هتقرا ككل وتفهم وتحاول تفهم الموضوع مش تحاول توصل، يعني مش مع الصعوبه في الكلمات او مع عدد الكلمات الكتيره اللي انت مش عارفها مش هتعرف توصل لحاجه. انما انت لو انت اتبعت الاستراتيجيز اللي احنا كنا درسناها في الريدنج هتبقى بالنسبه لك اسهل، يعني هتبقى اسهل من ان انت تقرا الموضوع. بس انت بتقرا الموضوع ككل ازاي؟ بتقرا الانترودكشن، بتقرا الكونكلوجن، بتقرا في كل الباراجراف التوبيك، بتاخد الجمله الاولى والجمله الثانيه والجمله الاخيره والكلمات المفتاحيه اللي في السؤال، وفي الاخر السؤال هو اللي بيقودك للاجابه وهو اللي بيقودك لمكانها في القطعه، لان احنا بنقسله لايه؟ بنقسم راس السؤال لمجموعه كلمات مفتاحيه، الكلمات المفتاحيه ده اللي انا بدور عليها جوه الايه؟ جوه القطعه. القاموس عربي انجليزي مهم، القاموس اللي هو القاموس انجليزي عربي مهم، وانجليزي انجليزي برضه مهم. الاسئله وبعدين القطعه، ايوه الاسئله وبعدين القطعه بالظبط. لو انت بقى عايز تقرا القطعه الاول قرايه سريعه قبل ما تقرا الاسئله، يبقى هتقرا بطريقه السكيمنج وسكاننج اللي هي القرايه السريعه. في بعض الناس ممكن ما تقدرش توصل للمعلومه بتاع، يعني ما تقدرش توصل من الاسئله يعني اذا قرا الاسئله وبعد كده دور على المكان بتاع الكلمات المفتاحيه في الاسئله في القطعه، ممكن ما يقدرش يوصل للمعنى، ممكن ما يفهمش. فانت حلك ايه؟ انك قبل ما تقرا الاسئله اعمل عمليه سكيمنج وسكاننج سريع للقطعه. سكيمنج وسكاننج يعني اقرا بسرعه، وبعد ما بتقرا بسرعه بتقوم بقى تاخد الاسئله وتقراها كويس وتطلع الكلمات المهمه اللي فيها اللي انت بتدور عليها فين؟ في القطعه فوق. يبقى انت كده قريت القطعه مره بسرعه، ما خدتش منك وقت عشان ما تضيعش وقت من الامتحان بتاعك، وفي نفس الوقت قريت الاسئله ودورت على الكلمات المفتاحيه ودورت على مكان الاجابه فوق. يبقى انت كده قريت مرتين، والمره الثانيه ما قريتش كتير، يعني ما قريتش قرايه كتير، قريت برده جمل، قريت باراجرافات، الباراجراف الاول الباراجراف الاخير. يبقى انت الوقت مش هيديك فرصه انك تقرا القطعه كامله. والقرايه كده قرايه منظمه بناء على سيستم، دي اسم انت كده عندك سيستماتيك، ابروتش، عندك طريقه منظمه في القرايه. الطريقه المنظمه دي احنا متعلمينها، ما احناش مخترعينها، بالعكس احنا متعلمينها وبنطبق الاستراتيجيز بتاعتنا، مش يعني بنطبقها وبنلاقي تطبيق الاستراتيجيز ووصلنا للهدف بتاعنا بسهوله. يا رب اللهم امين يا رب. يا ريت يا استاذ 212 تكتب لنا اسمك، نشكرك باسمك سواء كنت استاذ او استاذه. القطع انا نزلتها على الفيسبوك في الجروب قبل ما ادخل بالظبط، لما بتبقى الساعه 6 بالظبط بنزل القطع دي على الجروب بتاع الفيسبوك قبل ما بخش على طول. المحاضرة الجاية ان شاء الله هتبقى يوم الاربعاء الساعة 6 باذن الله، وهيبقى الموضوع بتاعنا فيها السكيل اللي بعد كده اللي هي الرايتنج ان شاء الله رب العالمين. احنا خدنا الليسننج وخدنا الريدنج، وان شاء الله هناخد المرة الجاية باذن الله الايه؟ الرايتنج. الرايتنج سكيل باذن الله هنحاول نشوف. اهلا بيكي يا مهندسة ليلى، اهلا بيكي، اهلا بيكي ومتشكرة جدا جدا على كلامك الطيب ده، ربنا يجزيكي عني خير الجزاء يا رب. يبقى ان شاء الله رب العالمين ربنا يكرمك يا رب. ان شاء الله رب العالمين المحاضره الجايه هتبقى عن الرايتنج سكيلز، هناخد الاستراتيجيز فور رايتنج سكيلز. المحاضره اللي بعدها هتبقى براكتس على الرايتنج. البراكتس بتاع الرايتنج هتبقى عباره عن موضوع، الموضوع ده هيبقى مكتوب، هيبقى عندنا سامبل انسر، يعني عندنا اجابه نموذجيه او نموذج اجابه، هنحاول نتناقش مع بعض في نموذج الاجابه ونشوف السؤال ونموذج الاجابه عليه كان ايه، برضو نوع من انواع التحضير للامتحان باذن الله. اي حد فيكم عايز يكتب امتحانات او عايز يحل امتحانات رايتنج في الايلتس وابعتها لي على الايميل بتاعي وانا اصححها واجيبها له، مفيش اي مشاكل. الجماعه اللي بعتوا لي الرايتنج بيسز بتاعتهم في بدايه الكورس عشان البليسمنت تيست، انا كنت مأجله بس التصحيح بتاعهم لغايه ما نعمل براكتس في الرايتنج ونجيب القطع بتاعتهم ونحاول نناقشها، لان من خلال طبعا مش هقول القطعه دي بتاعت مين، بس احنا هنجيب القطعه ونشوف الاخطاء اللي فيها ايه وازاي القطعه دي نحاول نحسنها. ويا ريت الجماعه اللي كانوا حاضرين معايا في المحاضره الاولى اللي حلوا على اساسها ان شاء الله المحاضره بتاعتنج براكتس الرايتنج بتاعهم في المحاضره ده هيبقى مفيد لنا وهيبقى مفيد لهم هم كمان. هنشوف بقى ايه اللي ممكن كمان اللي بعتوا لي الواجب بتاعهم ازاي. بالنسبه للجرامر، الاستاذه شيري اللي بتسال على الجرامر، بالنسبه للجرامر الجرامر ان شاء الله رب العالمين هتبقى فيه له محاضرة اخيرة في نهاية الكورس بتاعنا، وهنشوف بالظبط ايه اللي هنعمله في مذاكرة الجرامر في المحاضرة المحاضرة الأخيرة، واحنا اتفقنا ان الكورس بتاعنا ده كورس بيفتح لك، يعرفك ازاي، بيعتمد على السكورز بتاع الامتحان، ازاي تجد معلومات موثوق فيها في الامتحان بتاعك. فانت يعني الكورس مش هو النهاية، يعني الكورس مش هتاخد الكورس وبعد كده تروح تمتحن، ده انت هتاخد الكورس وبعد كده هتقعد فترة طويلة على حسب بقى مستواك انت في اللغة وعلى حسب امكانياتك في المذاكرة، هتقعد تذاكر وتستفيد من الماتيريال اللي معاك، وتتابع معايا ان شاء الله برضو على الجروب. وانا اتمنى ان شاء الله كل واحد فيكم يروح ياخد الايلتس يكتب لي السكور بتاعه عشان اعرف بالظبط هل استفاد من لان اكبر دليل على نجاح الدوره دي هو السكورز اللي هتاخدوها. اذا قدرتوا تاخدوا سكورز اللي انتوا عايزينها وتفوقوها كمان يبقى بجد استفدتوا. فباذن الله رب العالمين المحاضره الجايه هتبقى في الرايتنج سكيلز باذن الله، واللي بعدها تبقى براكتس للرايتنج سكيلز، اللي بعدها تبقى في السبيكنج سكيلز، اللي بعدها تبقى ان شاء الله براكتس للسبيكنج سكيلز، واخر محاضرتين هتبقى محاضره عن الفوكابولاري، هاو تو ليرن فوكابولاري، ازاي تتعلم الكلمات، وهاو تو ليرن جرامر، ازاي تتعلم الجرامر. كان في جمله جميله قوي سمعتها او قراتها لاحد المفكرين في مجال التربيه، فبيقول ان احنا اتعودنا نسأل دايما أستاذنا أنت هتشرح لنا إزاي، ما تعلمناش نسأل أستاذنا إحنا هنتعلم إزاي. يبقى في فرق ما بين الشرح أو عرض المعلومة، ودي مشكلة الأستاذ أو مسؤوليته، والتعلم. التعلم ده بقى مش مشكلة الأستاذ، بعد ما يعلمني إزاي أتعلم المفروض إن أقعد أتعلم، لأن خلاص عرفت إزاي أتعلم. وفكرة إزاي أتعلم دي هي الفكرة اللي بتميز الطالب الضعيف عن الطالب الشاطر، أو الطالب متعلم اللغة الإنجليزية الجيد ومتعلم اللغة الإنجليزية الضعيف. الجيد عنده learning strategies، بيعرف يذاكر اللغة الإنجليزية كويس، والطالب الضعيف طالب ما عندوش learning strategies، ما بيقدرش يعرف بالظبط ازاي يدرس اللغة الإنجليزية، او ازاي يذاكرها او ازاي يتعلمها. فان شاء الله بعد المحاضرة بتاعتنا في لنا مؤتمر على السكايب باذن الله، الطلاقة والفلوينسي ان احنا نتكلم. فان شاء الله رب العالمين هنقعد دلوقتي الساعة 8:30 بإذن الله على السكايب، ونحاول ندي الإيميل بتاعي ان شاء الله رب العالمين. كده انتهت المحاضرة بتاعة النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا لاستماعكم ومتابعتكم معايا، وجزاكم الله عني خير الجزاء، وجزا عنا القائمين على هذا العمل خير الجزاء ان شاء الله رب العالمين. استأذنكم يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.